يعقد منتدى شباب العالم ورش عمل تحضيرية اعتبارا من 12 من ديسمبر تشمل ملفات عدة أهمها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة وسبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز تنمية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن الورش أيضا جلسات حول الرؤية الشبابية للتعامل مع التحديات الراهنة والأمن الغذائي في العالم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. ومن المقرر أن يقام الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم السبت 14 من ديسمبر، تعقبه جلسات مستمرة حتى 17 من ديسمبر. ومن المقرر أن تناقش هذه الجلسات ملفات عدة أبرزها التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين وأثر التغيرات المناخية على الإنسانية والتعليم الفني والتدريب المهني ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ودور الفنون في التعامل مع القضايا الإنسانية والتعاون في قطاع الطاقة بين دول البحر المتوسط والتحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية ومكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يشهد اليوم الختامي إعلان توصيات المنتدى.